فيك او لا. سلمان المندير معنا جاهز عبر القنوات السعوديه الرياضيه. سلمان حياك. سلمكم ان شاء الله وبيض الله وجيهكم على التحليل الطيب والصوره الجيده عن التحليل السباق. حياك الله بالخير يا سلمان. اول شيء مبروك. مساك الله بالخير يا ابو سعد. الله مبروك تستاهلون. الله يبارك في ايامك ويجزاكم الف خير يا رب. طيب قبل ما نخوض في الموضوع يا سلمان، خلينا نحل الموضوع مع فيصل. هو الموضوع كان تكتيك كويس او كانت مفاجاه؟ يعني الخيال قرر في اللحظات الاخيره. والله اول شيء نحمد الله ونشكره، كل هذا فضل من الله وتوفيق من رب العالمين، ولكن كل سباق بعد توفيق الله عز وجل. لابد ان المدربين والخيال يعملون احتياطاتهم وتكتيكاتهم في السباقات ويدرسون السبق ويحاولون، كل مدرب يحاول يقط القراية الصحيحة للسباق، يعني كيف هذا من يمشي قدام، من بيكون معاه، فاللي يوفق ربي عز وجل يقرا القراية الصحيحة للسباق. والحمد لله نحمد الله ونشكره ان الله وفقنا وجعل الفوز من نصيب الامير عبد العزيز بن فهد. الكاس اللي كلنا نتمناها كاس سمو سيدي الامير محمد بن نايف سمو ولي العهد. الحمد لله وشكرا. بس ترى الى ما جاوبتني. نعم كنتم محددين الموضوع مورنينج ووتش، هو اللي راح يكون في المقدمه، هو اللي راح عليه. نعم ما في شك، انا قلت لك اللي راح ربي يوفقه راح يقرا القرايه الصحيحه للسباق ويفهم من الخصم كيف بيكون، يعني طريقه السباق، يعني زي مثلا الحصان بيرفكت دانسر توقعنا انه بتوفيق الله جلنا بيمشي بيكون مع الخيل اول الخيل، ويكون توقعنا والحمد لله وربي وفقه وطلع التوقع صحيح ان ستير اباوت حيكون معاه متلازم يمشي معاه بصفه ملاصقه بحيث انهم يعني يكونون هم يعني يتعبون بعض في البدايه، وخيل سمو الامير عبد العزيز بن فهد تكون يعني قريبه منهم، ما تكون في الاخير جدا ولا تكون يعني خاصه المورنينج ووش وستار يكونون قريبين منهم بحيث انهم اول ما دائي انهم اول ما يتعبون اللي ذكرنا بيرفكت دانسر وستير اباوت يكون قريب منهم ينتهزون الفرصه بسرعه قبل ما تجي خيل الدخول. والحمد لله ربي وفق وكان اللهم لك الحمد مورنينج ووش على الوعد واستغل الفرصه اول ما بدات تتنازل الخيل تتعب اللي هي بيرفكت دانسر وستير اباوت واستغل الفرصه، ورغم ان بيرفكت دانسر الحقيقه يعني ركض مركاب يبيض الوجه وانا اثني على الاخ سامي الحرابي يعني جهز حصانه وما قصر، وهذه السباقات يوم ذكر يوم عليه. وبرضه ايضا ما ننسى عبد الله العوفي، يعني هو عبد الله العوفي طبعا خيال الوطن اللي اعطى الثقه من سمو سيدي الامير عبد العزيز بن فهد واختار الخيال الوطني بداه على الخيال الاجنبي، والحمد لله اثبت ان نظره سمو سيدي الامير عبد العزيز بن فهد انها في محلها، والخيال الوطني اصبح يقارع الاجانب بل يتفوق عليهم. انتم شايفين كلكم الخيال اولوفي بالايه خيال يكسب في جميع ميادين العالم، كلكم تعرفون في فرنسا وفي امريكا وفي اوروبا في جميع، وامس كان هو راكب حصان قد يكون افضل من مورنينج ووش مستوى عالميا اللي هو سموكينج سن، حصان يصنف جروب 2، وفضل الله عز وجل استطاع الخيال الوطني عبد الله العوفي التفوق على الخيال الاجنبي اللي راكب حصان افضل من حصانه، وهذا الحمد لله. اللهم لك الحمد. المفرح في الموضوع انه سواء في الانتاج او المستورد لاول مره تكون يعني خيالين سعوديين يحصدون الذهب. اي والله الحمد لله، الان الخيال السعودي بفضل الله عز وجل ثم دعم حكومتنا الرشيده بقياده سمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز دائما تدعم المواطن السعودي في كل المجالات والميادين، والحمد لله اثبت المواطن السعودي انه قادر انه يعني يتفوق على الاجانب والقدرات كلها الحمد لله. شكرا. بما نتكلم عن الاجانب، وين مشاركاتكم الخارجيه طيب؟ منتظر منكم كثير ترى. الان نعدل باذن الله تعالى في بعض الجهات ان شاء الله مشاركين في ميدان دبي ان شاء الله في مع جياد عالميه تاتي من جميع اقطاب العالم وان شاء الله تمثل السعودية خير تمثيل يا رب العالمين. بإذن الله أتمنى لكم التوفيق ولجميع الاسطبلات. شكرا لك. شكرا يا أخوي ريا، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لكم جميعا. الله يعطيك العافية.